بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في هذه الآية يخبر الله عن اليهود زيادة على ما سبق من بيان عقوباتهم، فقال: ضربت عليهم الذلة، والذلة ضد العزة. فاليهود لا يزالون أذلاء بين شعوب العالم على مدار التاريخ، لأنهم لما عصوا الله على بصيرة خذلهم الله وأذلهم. مهما كان عندهم من الثروة والأموال فإنهم أذلاء، لأن الله سبحانه وتعالى أذلهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذه صفة لازمة لليهود، أنها ضربت، يعني لزمتهم الذلة دائما وأبدا أينما ثقفوا، أي حيث وجدوا، في كل زمان ومكان فهذه الذلة ملازمة لهم. ولا يقال إنهم إذا ذلوا في مكان ورحلوا إلى مكان آخر أنه يتبدل حالهم، بل إن هذه الذلة تنتقل معهم وتلازمهم أينما كانوا. ولا يقال إن اليهود اليوم غير اليهود بالأمس، فنقول الله جل وعلا أخبر أن الذلة ملازمة لهم أينما ثقفوا في كل زمان. قال جل وعلا: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهم لا يتقوون من هذه الذلة إلا إذا أخذوا عهدا من الله سبحانه وتعالى، وذلك بضرب الجزية عليهم ودخولهم في عهد الذمة، فإنهم يدخلون تحت حكم الإسلام ويأمنون على دمائهم وأموالهم وحرماتهم، لأنهم يعيشون تحت هذا العهد، حبل من الله، وهو العهد الذي يتعاهدون به مع المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا حبل من الله يعيشون تحت ظله، وحبل من الناس يعني مساعدة من الدول الكافرة تساعدهم، فيكتسبون بذلك قوة من غيرهم. أما هم فإنهم ضعفاء في أنفسهم وفي جميع شؤونهم، ولكنهم يتقوون بسبب
بسبب نصرة الأمم الكافرة لهم ومدافعتها عنهم، كما هو الواقع اليوم من دولة إسرائيل أو دولة اليهود، لا نقول إسرائيل بل هي دولة اليهود، وإسرائيل عليه السلام بريء منهم، وإنما هي دولة اليهود. فلا يقال إنهم الآن قام لهم دولة وصار عندهم سلاح وصاروا أقوياء، نقول هذا ليس من عندهم وإنما هو من عند غيرهم. الله جل وعلا يقول وحبل من الناس، فلولا أن الدول الكافرة تساعدهم وهي التي ركزتهم في فلسطين لما حصلوا على هذا الشيء، ولن يقوموا على أقدامهم. فلو تخلت عنهم الدول الكافرة لن يصبروا ساعة واحدة، لأن الله ضرب عليهم الذلة. ثم أيضا تجمعهم في فلسطين هذا إرهاص لما سيحصل في آخر الزمان من قتلهم على يد المسلمين، انتصار المسلمين عليهم في آخر الزمان، فهذا إرهاص لشيء سيحصل وليس هو عز لليهود، وإنما هو تهيئة لهم للقتل والدمار في المستقبل. قال جل وعلا وباءوا بغضب من الله، رجعوا، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله، فاليهود مغضوب عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لماذا صاروا مغضوبا عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق وكفروا به، فهم عصوا الله على بصيرة، ومن عرف الحق ولم يعمل به فإن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه من اليهود وغيرهم. فهم رجعوا بغضب من الله بسبب أنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا به اتباعا لأهوائهم وأغراضهم وحسدا من عند أنفسهم. ثم قال سبحانه وضربت عليهم المسكنة، ضرب الله عليهم المسكنة، والمسكنة معناها الفقر والفاقة، والمسكين هو من لا يجد شيئا أو لا يجد ما يكفيه، سمي مسكينا لأنه سكن واستذل بسبب الحاجة. فاليهود مضروبة عليهم المسكنة، هاي ملازمة لهم المسكنة بسبب كفرهم. ولا يقال إن عندهم أموال الآن وأنهم يتحكمون في اقتصاديات العالم اليوم فكيف يقال ضربت عليهم المسكنة والمسكنة الفقر؟ فنقول ليس الغنى هو كثرة المال وكثرة الثروة، وإنما الغنى غنى القلب، فهم في قلوبهم فقراء، فقراء القلوب، لا يستغنون في قلوبهم، وإن امتلأت أيديهم بالمال فإن نفوسهم فقيرة وقلوبهم فقيرة، ولذلك تجدهم يجمعون المال من أي سبب من أي وسيلة، لا يبالون بالحلال والحرام لما في أنفسهم من الفقر وعدم القناعة. فعليهم المسكنة لأنهم لا يستغنون أبدا، والغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك أي هذه العقوبات التي هي ضرب الذلة عليهم وبوءهم بالغضب وضرب المسكنة عليهم، هذه العقوبات الثلاث سببها أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وهذا عام لكل من كفر بآيات الله، هذا هو السبب، السبب هو الكفر بآيات الله. ولو أنهم آمنوا بآيات الله حق الإيمان
لارتفعت عنهم هذه العقوبات. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.